قبل فترة يعني تقريبا شهرين اتصل بي الكابتن وليد الزايدي وكلمني انه رغبة الادارة والكادر التدريبي انه تستمر الفريق، شنو رغبتك؟ فانا اكدت لهم انه انا مستمر مع الفريق ونفس تفاصيل العقد يعني. قالوا لي تجي تقعد ويانا ونحكي بهاي الامور، قلت لهم ان شاء الله خير يعني، انتظر اتصال من عندي انا اجيكم، بس تقريبا يعني شبه مكمل يعني مع نادي القوى الجوي. السؤال علي حصني، ليش رفضت عرض كويتي من الدوري الكويتي؟ انت واني نعرف كل لاعب يطمح للاحتراف في اي دوري معين نتيجه اما يعني يتطور فنيا او المردود المالي، شنو السبب اللي خلاك ترفض العرض الكويتي؟ صح استاذ علي، بس يعني اللاعب العراقي له وزنه وله ثقله يعني خاصه بالخليج، فالعقد اللي جاني ما كان منبه للطموح صراحه، وخاصه انه انا خضت تجربه مع نادي العربي، فمن المستحيل اروح النادي اقل من نادي العربي، فالعقد اللي جاني ما يعني شفته ما يشرف يعني ما يشرف اللاعب العراقي، او مو بالطموح اللاعب العراقي، مو النادي اللي يطور صراحه يعني. شفت نادي القوى الجويه افضل يعني. نعم. حلو، تجربتك مع النادي العربي كانت مثمرة علي، شلون توصفها بعد هذه السنوات؟ أكيد تجربتي كانت ناجحة، والدليل أنه لحد هذه الساعة جماهير نادي العربي متواصلة ويا علي حصني، وحتى إدارة النادي العربي متواصلة ويا علي حصني، والفترة اللي قضيتها وياهم يعني كانت جدا جدا ممتازة وناجحة يعني، من الإحصائيات أو المباراة يعني من الأهداف أو صناعة الأهداف، فالحمد لله وشكر قدرت أنه أفتح طريق لأصدقاء اللاعبين يعني. شفت أنت الموسم الفات محمد شوكان، وهالموسم عندنا أمجد عطوان وعلاء عباس، وإن شاء الله يلا إن شاء الله بعد لاعبين أكثر يلعبون الدوري الكويتي إن شاء الله. أنا هذا السؤال سألته لمعظم المحترفين بالدوري الكويتي، فنياً أيهما أقوى، الدوري العراقي أم الدوري الكويتي؟ والله أستاذ علي صراحة أنه كمستوى يعني ما أشوف الفرق الكبير بين الدوري العراقي، بس الدوري الكويتي دوري منظم، الدوري الكويتي دوري محترف، الدوري الكويتي ملاعب على مستوى صح. مستوى يعني الخليج يعني، الدوري الكويتي يعني ما يعني إدارة يعني 100% صح، ملاعب على مستوى عالي، إدارة تعرف وقت مباراتك يمتى، أنا وقعت بعقد وقالوا لي بهذا اليوم انتهى عقدك وصح انتهى بهذا اليوم عقد، احنا بهاي الأمور نفتقدها بالدوري العراقي، بس العب بكرة قدم وما نعرف يمتى مواعيد المباريات، يمتى نهاية الدوري ما نعرف، فهذا النقطة اللي تفرق عن الدوري الكويتي.